حيث بدأت ظهر اليوم بقصر الإليزي بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال القمة المصرية الفرنسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية والتعليمية، إلى جانب تبادل وجهات النظر في المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وكان الرئيس ماكرون في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى ساحة قصر الإليزي عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت له اليوم بساحة الإنفاليد أو ساحة الخالدين. ومن المقرر أن يشهد الرئيسان مراسم توقيع نحو 17 اتفاقية تعاون بين البلدين في عدة مجالات، في مقدمتها الاقتصاد والاستثمار، في ظل وجود عدد كبير من الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر، فضلا عن وجود فرص واعدة للاستثمار بمنطقة قناة السويس.